بشو موعود مولود الدلو؟ بالأسبوع الأول من شهر شباط فبراير 2024. يا عزيزي بتحقق نجاح باهر أو هائل باليوم الأول من هالشهر، يلي بيوعدك باستمرار التقدم يلي أحرزته بنهاية الشهر الماضي. بتكون الحوافز كتيرة والطموحات أيضا حتى تثبت قدراتك. بس الفلك بيحذرك من معاكسة بين الجمعة والأحد، معاكسة فلكية مش كتير قوية. لازم بهالفترة أنت بدك تثبت وجهة نظرك، بس لازم بهالفترة تكون رايق وسهل وما تحاول تضغط على حدا. ما تجرب المستحيل وما تتحدى الأقدار من فضلك. انطر ليوم التنين، طيب ليوم الثلاثة إذا مش التنين، حتى تطلق مشروع بيتطلب وقت كتير بالإعداد. ما تتوقف عند بعض المعطيات العابرة ولا عند بعض الشائعات يلي ما إلها علاقة بالحقيقة، يلي بتخليك ربما تتعثر أو ترجع عن طموحك أو عن مشروعك. ثابر كفي وكن واثق أنه في دايماً ناس إذا شعروا أنه حداً عم ينجح بيحاولوا يعرقلوا. دايماً بتلاقي أشخاص ما أزيتهم أنت، بس هني بحبوا أنه يوقفوا بطريق الناجحين، فكون أنت المنتصر عليهم وتابع طريقك. بين الأربعة سبعة والخميس ثمانية بتهتم بحبيب سابق لإلك أو تتواصل معه لسبب أو لآخر. بخبرك عن هالشي بالأسبوع الجاي. وهلأ بدي أقولك لازم تشوف فيديو نزل عن توقعاتي للمرحلة المقبلة بلبنان والمنطقة، توقعات العامة طبعا، نحن وين رايحين؟ هيدا هو السؤال. أما بالأسبوع الجاي في فيديو آخر بيتحدث عن توقعات السنة الصينية، بتبلش السنة الصينية بعشرة شباط فبراير. إذن نحن قدام سنة أخرى هي سنة التنين، شو بتحملنا من أحداث؟